وحضرتك ما بترديش على التليفون ليه؟ مالك انت في ايه؟ بتعيطي؟ انت اللي مالك؟ مالها يا شريف؟ قولي لي بس انا هقول لك بعدين في ايه؟ انا اتطلقت. حاجة كويسة ولا وحشة؟ لا دي حاجة كويسة. كويسة جدا. لا مش كويسة. أنا ما كنتش متخيلة إن الطلاق صعب كده. لدرجة إن أنا كذا مرة كنت هقول أنا رجعت في كلامي، أنا مش عايزة أتطلق. عادي يا لانا. دي حاجة أنت عايزاها من زمان جدا. على الأقل دلوقتي هتجربها. رامي صعبان عليا. بنات بنات واحنا موصلينهم لماما الصبح ومش فاهمين اي حاجه. صعب عليا قوي. انا حتى انا مش عارفه انا عايزه اتطلق ليه. هعمل ايه؟ انا مش عايزه اعمل حاجه. الفكره مش لازم تعملي اي حاجه، بس انت ما كنتيش عايزه تعيشي مع الراجل ده. ذنب ايه ده؟ ملوش ذنب، وانت كمان مالكيش ذنب. انا عارفه ان ربنا هيعاقبني بذنبه وذنب البنات. حرمتهم من بعض. مش عايزه حاجه في الاخر. طب عايزه ترجعي له؟ لا مش عايزه. مش هيفهمني. محدش منكم زيي. فجأة أنا نفسه السبب في إن هو بيخرب بيت. والله ما حقيقي. حقيقي. والله يا سيبتي فهميني كويس. هم مش مجبرين ده. لا لا الموضوع مش كده خالص. أنا بس اللي عندي مشكلة وعايزة أحكي لك عليها. أنا حامل.